هل يجوز اقتصار أو هل يجب اقتصار قراءة القرآن فقط في شهر رمضان أو في شهر شعبان؟ يعني لا، العمل الذي يعمل في شعبان هو قراءة القرآن فقط. لم يرد تخصيص شهر شعبان لتلاوة القرآن، والمسلم ينبغي له أن يتعاهد القرآن في طول العام، على الأقل في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة على الأقل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءته في كل أسبوع أو في كل 10 أيام أو في كل شهر، فعلى المسلمة أن تتعاهد القرآن في كل وقت حتى لا يتفلت، وهو أشد تفلتا من الإبل من عقولها، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما أن يخصص شعبان لتلاوة القرآن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو من الأخوات الموفقات أن لا يخلو شهر من تلاوة للقرآن على الأقل تتمه في كل شهر مرة واحدة. أتدرين كم يأخذ منك من وقت لو كنت مترسلة قراءة الجزء الواحد؟ قراءة الجزء الواحد يأخذ نصف ساعة وربع ساعة لغير المترسل، نصف ساعة فقط. فإذا واظبت المرأة، وخلينا نقول إنها تأخذ ساعة في اليوم، فما يمضي الشهر إلا وقد قرأت 30 جزءا بإذن الله تبارك وتعالى. وبيت يتلى فيه القرآن بيت مبارك، وبيت لا يتلى فيه القرآن بيت خرب. تنبه على مسألة، البعض من الناس يقرأه فقط للحماية أو الحفظ، وهذا هجر للقرآن الكريم، لا يجوز. ينبغي المسلم أن يقرأه دائما، والبعض طول السنة ما يقرأ إلا سورة البقرة، وهذه بدعة من البدع. نعم، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، لكن أن نقتصر عليها ونهجر بقية القرآن فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهنا لذلك وفقكم الله. نعم.